بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الأيام الشريفة الكريمة الفاضلة، سواء كانت هذه الأيام في الشهر الذي مضى أو في الشهر الذي نحن فيه أو في الشهر الذي يقدم بعد ذلك، فكلها أيام فضل ونعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، لما استودع الله سبحانه وتعالى فيها من الخيرات، ولما أعلى الله عز وجل للمؤمنين فيها من الدرجات، ولما حط الله سبحانه وتعالى فيها عنا من الخطايا والسيئات، ولما أجر الله سبحانه وتعالى لنا فيها من الكرامات، ولما يسر الله سبحانه وتعالى لنا من الطاعات. فكل ذلك عباد الله فضل ونعمة من الله عز وجل، لم يجعلها الله سبحانه وتعالى لأمة من الأمم قبلنا. وهذه العبادة عباد الله من أعظمها عبادة الصوم، فإن الصوم في هذا الشهر أو في الذي بعده من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر كامل إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد بين أسامة رضي الله عنه السبب والعلة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، ولذلك يغفل عنه كثير من الناس. والعبادة في الغفلة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كالعبادة في الغفلة وفي الفتنة وفي الهرج، فإنها تكون عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى، كثيرة الأجر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أي أحب أن يرفع عملي إلى الله عز وجل وأنا صائم، أي متلبس بهذه العبادة، أي بعبادة الصوم، وهي الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، فهذا ما يسمى بالصوم عندنا، امتناع عن شهوة الفم والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذه العبادة
الله سبحانه وتعالى افترضها على الأمم السابقة كما افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا يدل على أنها عبادة واقعة في مقدور العبد لا تشق عليه مشقة بالغة تخرجه إلى الهلكة أو إلى الضعف أو إلى غير ذلك، لما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه كتب علينا الصيام، أي فرض الله سبحانه وتعالى علينا صيام شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى فرضه على الأمم السابقة، والأمم السابقة على ما كان فيها من العوج قد قامت بهذه الفريضة وتعبدت لله عز وجل بها وأطاقت هذه العبادة، فالله سبحانه وتعالى يذكرنا أنها عبادة واقعة في مقدور العبد وأنها في طاقته وأنه يستطيع فعلها بغير مشقة بالغة. فالله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بعبادة فيها مشقة بالغة، وإنما هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رفع الله عز وجل فيه المشقة البالغة والحرج والعسر، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال علماء الأمة: لا تكليف إلا بمقدور. وقالوا: إذا فعل العبد ما يقدر عليه فقد فعل ما أمره الله به، أي أن العبادات جميعا واقعة تحت مقدور العبد وفي طاقته ويستطيع فعلها بغير مشقة بالغة. فالله سبحانه وتعالى لم يكتب علينا هذا الصيام للهلكة أو للعذاب أو غير ذلك، وإنما كتبه الله سبحانه وتعالى للتقوى، لما فيه من الآيات البينات التي فيها يتخلق العبد بأحسن الأخلاق، وكذلك يكون العبد في سمو وعلو يوسوس القمر، وذلك لما تسمو به العبادة إلى مصاف الصالحين السائحين العابدين لله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد يقول القائل أن الصائم تلحقه مشقة من صومه، سواء كان ذلك من الجوع أو من العطش أو من الرائحة النتنة التي تخرج من فمه بعد صلاة الظهر أو بعد الزوال، وكل ذلك يتأذى منه الإنسان وربما كانت مشقة. فنقول: هذه المشقة مشقة محتملة، والله سبحانه وتعالى وإن كان قدرها في العبادة فإن العبد ينتظر من بعدها فوزا عظيما، وينتظر العبد من بعدها أجرا كبيرا، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وذلك عظيم الأجر للصائم، فإنه وإن كان يحتمل مثل هذه المشقة المحتملة فهو كالمريض يتجرع الدواء لا يكاد يسيغه من مرارته، ولكنه لاستحضاره الشفاء بعد تعاطي الدواء فإنه ينتظم في أخذ الدواء وفي مواعيده، ومع شدة مرارة الدواء إلا أنه يتجرع ويتناوله بيده، وذلك محبة في الشفاء. فإذا كان العبد يحب الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى فمهما كانت المشقة فإنه عليه أن يحتمل ذلك بنفس راضية، وعليه أن يتلذذ بذلك لما أعد الله عز وجل له من عظيم الجزاء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. إذا صام العبد يوما ومات وهو صائم فإنه يدخل الجنة، أو مات عقب صيامه هذا اليوم دخل الجنة. من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة، فإن العبد ينتظر من صيامه عظيم الجزاء،
فالمشقة المحتملة فإن العبد يتلذذ بها لما فيها من عظيم الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الأجر عظيم، ولذلك ينبغي عباد الله استحضار ذلك عند الصيام، وهو احتساب الأجر عند الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي محتسبا أجره على الله سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما يخاف من ربه يوما عبوسا قمطريرا. فهذه المشقة عباد الله مشقة محتملة، وهي في كثير من الطاعات ربما تكون المشقة، لكنها في طاقة العبد وفي مقدوره. فإذا خرجت هذه المشقة، إذا خرجت هذه المشقة إلى أن تكون فوق طاقته أو فوق مقدوره أو يتكلف ذلك بصعوبة بالغة، فإنه يأتي اليسر من الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أياما معدودات، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يفترض علينا صيام السنة كلها ولا معظمها، وإنما افترض علينا صيام شهر واحد من السنة، وهذا جزء يسير من السنة، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا مرض الإنسان أو سافر فإنه ربما يضعف عما كان يقوى على فعله وهو صحيح مقيم، ولذلك رفع الله عز وجل عنه الحرج، ورخص الله عز وجل له في الفطر، وجعل الله سبحانه وتعالى له أياما بعد ذلك يقضيها، أي بعد رمضان حين يعود من سفره أو يبرأ من مرضه. فالمشقة إن خرجت عن مقدور العبد أو تكلفها بمشقة بالغة فإن الله عز وجل لا يكلفه بها، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: أياما معدودات. قال بعدها ربنا سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يطيقونه بشدة، أي أنه يشق عليهم فعله، طعام مسكين. وهذا جاء في المرأة الحامل والمرضع، وجاءت كذلك في المريض الذي لا يرجى برؤه، وفي الشيخ الكبير والمرأة العجوز. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والمرضع، قال ابن عمر: والمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وألحق العلماء: المريض الزمن، المريض بمرض مزمن لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم كما هؤلاء من قبله. فهذا يدل على أن المشقة إذا خرجت إلى حد لا يتحمله العبد أو يتحمله بمشقة أو يؤدي إلى زيادة مرضه أو تأخر شفائه أو إلى هلكته، فإن الله لا يكلفه بذلك، وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهذا من منة الله عز وجل على هذه الأمة. فإن المشقة عباد الله، فإن المشقة عباد الله، هذه المشقة المحتملة، فإن التكليف فيها بها فيه عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم نقول عباد الله أن هذه العبادات وإن كان فيها مشقة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع:
إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك، أي أن الأجر على قدر النفقة وعلى قدر التعب. فكلما كان العبد متعبا في عبادته، وكلما بذل جهدا بالغا، وكلما شق عليه هذا الأمر في العبادة، فإنه له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن الأجر يتضاعف له بشرط أن تكون المشقة نابعة من العبادة، لا أن يجلبها العبد لنفسه. لأن بعض الناس ربما يتكلف مشقة في العبادة يريد بها عظيم الأجر لا أجر له فيها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل واقف في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يجلس، وأن يبقى في الشمس ولا يستظل، وألا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفض أن يستجلب هذا الرجل لنفسه مشقة لم يأمره الله عز وجل بها. فالصوم مشروع وعليه أن يصوم، إذا نذر الصوم يجب عليه الوفاء. أما عدم الكلام فإن ذلك تكليف بما لم يكلفه الله عز وجل به. والقيام وعدم الجلوس لم يكلفه الله عز وجل به، والبقاء في الشمس لا يكلفه الله عز وجل به. فإن هذا الرجل أراد لنفسه أن يعظم أجره، يعني أن يصوم وهو واقف في الشمس غير جالس وغير متكلم لكي يزداد الأجر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك أمر لا أجر فيه، إنما الأجر في المشقة هو في المشقة النابعة من العبادة نفسها، هو المشقة النابعة من العبادة نفسها. أن يشعر الإنسان بالظمأ، أن يشعر الإنسان بالجوع، أن يجد رائحة كريهة في فمه، فهذا هو الذي يؤجر عليه. وكلما ازداد الجوع والعطش كلما ازداد أجره، لأنها مشقة نابعة من هذه العبادة. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا محمولا على ولديه، يعني يضع يديه على كتفي ولديه وهم يجرانه يخط برجليه في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا، وكان الرجل مشلولا يعني لا يستطيع المشي. فقالوا: نذر أن يحج ماشيا. قال: مروه فليركب، إن الله عن عذاب هذا لنفسه لغني. إن الله عن عذاب هذا لنفسه لغني، أي أن المشقة التي يؤجر عليها العبد هي المشقة النابعة من العبادة فحسب. أما ما يستجلبه العبد لنفسه من المشقة فليس له أجر فيها. فكذلك عباد الله ينبغي أن نتنبه، ينبغي أن نتنبه أن الصوم يأتي في هذه السنة في الصيف، وأن الأيام قد تكون شديدة الحرارة، ونهار الصيف نهار طويل، وقد يبلغ منا التعب. إذا كان العبد يعمل في نهاره فقد يتعب أثناء صومه، فهذا هو الذي عليه عظيم الأجر. فكلما كان متعبا من صومه باذلا جهدا في تحمله وكان ذلك في طاقته، فإنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى. يرفع الله عز وجل له الدرجات، ويبعد الله عز وجل عنه النيران التي أعدها الله عز وجل لأهل الخطايا والسيئات. كما قال المنافقون للمؤمنين في غزوة تبوك: لا تنفروا في الحرب. قال الله سبحانه وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا. فالذين يفطرون من أجل الحر ويظنون أنهم يدفعون عنهم حر الدنيا، فبماذا يدفعون عنهم حر الآخرة؟ إن حر الآخرة شديد، سموم وحميم، سموم وحميم، رياح ساخنة جدا تنفذ في مسام الجلد حتى تدخل، وحميم يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هذا الأمر عباد الله جد خطير، يعني الذين يدفعون عنهم حر الشمس أو حر الصيف، فهم لا يتصورون حر الآخرة، لا يتصورون حين تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، فيبلغ الإنسان في عرقه إلى كعبيه وإلى منتصف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حجزته وإلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما،
ومنهم من يصل إلى أنصاف أذنيه، والناس يقفون في هذا الحر الشديد لا يدفع عنهم إلا العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صنوف من الناس تكون في ظل الرحمن حين يعاني الناس الحر والعرق، حين يعاني الناس من شدة الحر ومن العرق لا يعانون، وذلك لتقديمه للعمل الصالح. من أراد أن يدفع عنه حر الدنيا والآخرة فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الذي يبرد عليه، لأن التبريد عباد الله ليس تبريد البدن، وإنما أن يبرد قلبه وأن يسكن قلبه وأن يأمن قلبه، فحين يكون ذلك فإنه يكون في برد، وأنه يكون في أمن وسكينة وهدوء غير مضطرب ولا قلق، فعند ذلك يكون هذا في الدنيا. وفي الآخرة جعل الله عز وجل له بابا يدخل منه اسمه الريان، وهذا باب فيه اسم الري بعد الظمأ، أي أنه إذا كان معطش نفسه لله عز وجل في يوم صائف فإن الله سبحانه وتعالى يدخله من باب الريان، وهذا أعظم الري له في الدنيا وفي الآخرة، أن يعلم في الدنيا أنه يدخل من هذا الباب، وأنه يكون إلى الجنة بسبب صيامه وطاعته لله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله قد يكون فيه مشقة، لكن العبد لا ينبغي له أن يزيد المشقة على نفسه في البقاء في الحر أو في عدم دفع الحر عن نفسه، فإذا كان عنده مروحة يجوز أن يجلس تحتها أو أن يتبرد بالاغتسال بالماء أو يكون تحت المكيف أو غير ذلك، وكل ذلك لا ينقص من أجره شيئا، ويكتب له أجر الصيام الطويل وأجر الصيام في الصيف وأجر الصيام في الحر، لأنه يخفف المشقة عن نفسه ليستمر في الصيام، ولا يعرض نفسه لأمور خارجة عن العبادة يريد بها زيادة الأجر، فإن الأجر لا يزيد بهذا، وإنما يزيد بطول المدة، ويزيد كذلك بكونه في الحر أو في الصيف. فالأمر عباد الله، وإن كان الصيام في الصيف فإنه يحتاج إلى أن نعقد العزم الشديد، أن نعقد العزم الشديد والأكيد على أن نعمر شهر رمضان بالصيام، على أن نعمر شهر رمضان بالصيام، وأن نتحمل هذه المشقة مهما كانت بالغة. فإن العبد ينبغي أن يكون في نفسه أنه لو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتل أنفسنا لفعلنا، فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالهين وباليسير وبما هو واقع تحت طاقتنا وقدرتنا. والسلف عباد الله كانوا يحبون الصيام في الصيف لأنه أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لأن الأجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولذلك كانوا يحبون أن يكون الصيام في الصيف. فلما جاءت المنية معاذ بن جبل رضي الله عنه بكى، فظنوه يبكي جزعا من الموت، فقالوا له في ذلك، فقال إنما أبكي ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء الباردة ومزاحمة العلماء بالركب، قال إنما أبكي أمورا أفارقها لن أفعلها بعد الموت، أولها الظمأ الذي يلحق به من صيام الهواجر، أي من صيام النهار شديد الحر، وهذا يسمى بالهاجرة، إذا كان اليوم شديد الحر يسمى بالهاجرة. فقال إنما أبكي ظمأ الهواجر، أي أني أحرم من الصوم في أيام الصيف شديدة الحر. ولما جاءت المنية عمر رضي الله عنه أتى بابنه عبد الله فقال يا بني أوصيك بخصال الإيمان، وأولها الصيام في الحر،
فإن ذلك من أول خصال الإيمان. وكانت امرأة من السلف الصالح كانت تتحرى اليوم شديد الحر فتصومه، فقيل لها في ذلك فقالت: إن السعر إذا رخص اشتراه جميع الناس، أي أن السلع إذا كان ثمنها رخيص فإن جميع الناس يشترونها، أما إذا غلا ثمنها فلا يشتريها إلا القليل من الناس والنادر من الناس. وهي فقيهة تريد أن تكون من الندرة التي تعبد الله عز وجل حال المشقة، فإنه إذا كان اليوم شديد الحرارة وكان كذلك طويل ساعات صومه، فإن قليلا من الناس من يصوم ذلك، أي في النافلة، فهي تريد أن تتحرى ذلك حتى تكون من الندرة القريبة من الله سبحانه وتعالى. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في سفينة في البحر، فسمع هاتفا ينادي: يا أهل السفينة قفوا أحدثكم. فقالوا: يرحمك الله، كيف نقف؟ ألا ما ترى ما نحن فيه؟ يعني في السفينة في البحر كيف نقف؟ فقال: ألا أحدثكم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قلنا: بلى حدثنا. قال: إن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فبين هذا الهاتف أن الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه أن الإنسان إذا عطش نفسه لله عز وجل في يوم حار في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يرويه يوم القيامة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: صوموا يوما شديدا حره ليوم أشد حرا، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. فبين أبو الدرداء أن العبد عليه إذا أراد أن يدفع حر الآخرة فعليه أن يصوم الأيام شديدة الحر. صوموا يوما شديدا حره ليوم أشد حرا، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة، ما فينا أحد صائم، يقول حتى أن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. لما بذل المسلمون لله عز وجل أحسن الله عز وجل وفيادتهم عليه، وشفع الله عز وجل فيهم الصيام، فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وأدخلهم الله عز وجل من باب الريان، ونادت عليهم الملائكة في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال العلماء: نزلت في الصائمين، عطشوا أنفسهم لله عز وجل وجاعوا في الله سبحانه وتعالى، فقيل لهم جزاء لما قدموا في الأيام الخالية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا وإياكم إلى رمضان، وأن يوفقنا الله عز وجل للصلاة والصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يتقبلها الله عز وجل منا. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن كثيرا من الناس ربما لطول نهار الصيام يحتاج إلى أن يسلي نفسه حتى تمر الساعات والدقائق حتى يأتي وقت الإفطار، وهؤلاء يسلون أنفسهم بمعصية الله سبحانه وتعالى كلعب النرد في الطاولة والدومين وغيرها، أو البقاء أمام أجهزة التلفزيون لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والفوازير وغيرها، وذلك حتى يأتي وقت الإفطار.
أو يسلون أنفسهم بالحديث في الغيبة والنميمة والحديث عن الناس أو غير ذلك، أو بسماع الأغاني أو الموسيقى أو غيرها، وكل ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. وأن هذا عباد الله قد يقضي على أجر الصوم، وقد لا يكون العبد له في صيامه أجر، وذلك لانشغاله بمعصية الله وهو متلبس بطاعة لله سبحانه وتعالى. العبد عباد الله إذا تلبس بطاعة ينبغي أن يكون في غاية الأدب، ما لأنه بحضرة الله سبحانه وتعالى. والصائم إذا صام فإنه في حضرة الله عز وجل ينبغي أن يكون في غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا أن يتلبس بالمعاصي والخطايا والآثام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقالوا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. وحكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. فإن المعاصي عباد الله تزيل النعم وتذهب بالأجر المترتب على العبادة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. فالعبد عباد الله إذا تلبس بالصوم فينبغي أن تصوم عينيه، وينبغي أن تصوم أذنيه، وينبغي أن يصوم لسانه، وينبغي أن تصوم يديه، وينبغي أن تصوم بطنه، وينبغي أن يصوم فرجه، وينبغي أن تصوم رجليه، وينبغي أن يصوم فكره كذلك. والمقصود بالصيام هنا الصيام عما حرم الله سبحانه وتعالى، أي أن يمتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى حتى يكون صيامه صحيحا كاملا، له الأجر الكامل عند الله سبحانه وتعالى. فإن العباد كذلك عباد الله، قد يكون في الليل قد يكون الحر شديدا، فيتسلون عباد الله كذلك بالجلوس أمام الأجهزة المرئية والمسموعة وغيرها، ومشاهدة المسلسلات والأفلام، حتى إذا جاء وقت الفجر ناموا عن صلاة الفجر فلم يصلوا الفجر. وقد ينشغل بعض الناس عن قيام الليل بسبب الفوازير التي تأتي في ساعة القيام، أي عند قيام الليل وعقب العشاء مباشرة يأتون بالفوازير التي ينتظرها كثير من الناس. وهذا من إعداد الكفار والفجرة والمنافقين، يعدون لإتلاف صيامكم وقيامكم، وهم كالشياطين ربما يجهزون من الآن لإفساد صيام الصائم وقيام القائم. فينبغي أن يكون العبد مجاهدا لنفسه، مجاهدا للشياطين، حتى يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. والعبد في ذلك كله ينبغي أن يستحضر الآخرة، وأن يستحضر الأجل، وأن الأجل ربما يكون قريبا، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد إذا ختم له بعمل صالح دخل الجنة، وإذا ختم له بعمل طالح دخل النار، وأن العبد يبعث على ما مات عليه. فينبغي للعبد أن يكون حريصا على أن يموت على طاعة الله، ولكي يموت على الطاعة ينبغي أن يستمر عليها، وينبغي أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يعمر العبد شهر رمضان بالطاعات، وهو شهر مليء بالطاعات، وهي كالقناديل المعلقة في السماء، وهي كالزهور التي تكون في البستان، ينتقل المسلم من رائحة زكية إلى أذكى منها. فإن شهر رمضان فيه الصيام، وفيه قيام الليل، وفيه كذلك عباد الله الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والمظلوم والصائم حتى يفطر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الشهر عباد الله شهر القرآن، ينبغي أن نعمره بقراءة بتلاوة القرآن، أي بتلاوة كتاب الله عز وجل كله. وكان السلف يقرؤون كتاب الله عز وجل ربما في ليلة، وربما في ثلاث، وربما في خمس، وفي سبع، وفي عشر، وأكثر ذلك 40 يوما. وهذه أيام فاضلة تحتاج إلى جد واجتهاد. وقد يقول القائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، نقول الأيام الشريفة الفاضلة مستثناة، لأنها تحتاج إلى جد واجتهاد، وفيها انتهاز الفرص، ولك في كل حرف تقرأه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأ العبد ألف لام ميم كان له 30 حسنة، إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم له 170 حسنة، فكيف إذا قرأ كتاب الله عز وجل كله؟ ولا ينبغي للعبد أن يترك قيام الليل بكتاب الله عز وجل، فإنه من صلى لله عز وجل في الليل 10 آيات لم يكتب من الغافلين، وإذا صلى 100 آية كان من القانتين، وإذا صلى 1000 آية كان من المقنطرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل القيام، وبين فضله خلف الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. والعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فيه زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وكل ذلك عباد الله مع الاعتكاف في 10 الأواخر، وهو العكوف على طاعة الله اللبث في المسجد بنية العبادة وبنية الطاعة لله سبحانه وتعالى في 10 الأواخر، والتشمير فيها والاجتهاد والتماس ليلة القدر، كل ذلك من العبادات التي تكون في شهر رمضان. فالعبد ينبغي أن يؤهل نفسه وأن يعد نفسه لكي يكون من أهل هذه العبادة ومن أهل هذه الطاعة، وأن يكون من المقربين ومن المقبولين عند الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم اربط على قلوبهم وألف بينهم، وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم بدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم انصر إخواننا في الصين وفي نيجيريا، اللهم
انصر إخواننا في الصين وفي نيجيريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وارفع راية التوحيد على كل بلاد الدنيا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واشف جرحاهم وتقبل موتاهم. اللهم أرنا في أعدائهم آية من عجائب آيات قدرتك. اللهم أرنا في أعدائهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.